مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العامة. أول شيء عندنا الجانب العملي من حياتك يعني خلال هذا الشهر، وطبعا دائما احنا نقول طاقة التارو ما تخص وقت معين. هنا عندنا الجانب اللي يخص المشاريع والوظيفة اللي أنت فيها أو مقبل عليها. حتى ثلاث الأقزام، فارس الأكواب، وراها عشرة الخماسيات. تطورات جدا جميلة ولكن بالنسبة لك غير متوقعة، لأن هني أشوفك تدخل في اجتماع عينوك، ممكن أنك تدخل في اجتماع، ممكن أنك تلتقي ببعض الأشخاص أنت تفكر أنهم أشخاص عابرين، ولكن هاي الأشخاص كونك من هاي المجموعة أحد، أنت واحد من ثلاثة. ثلاثة مثلا يضعونك أنت وزملائك في العمل مسؤولين عن مقترح معين، مسؤولين عن مشروع جديد في الشركة، أو أنت مع ثلاثة شركاء، مع ثلاثة موظفين لديك إذا أنت صاحب المشروع. هني عندنا رقم ثلاثة، ثلاثي المرح، ولكن هني صاير ثلاثي المشاريع. هؤلاء هذا الاجتماع الحالي أو اللي صار، يمكن أشوفه كأنه صار في الماضي خلال الشهر اللي فاته واللي قبله، هو اللي راح يخليك متشجع انك تاخذ شوي خطوة جريئة انت مو متعود عليها، تحاول ان تري الاخرين ما باستطاعتك ان تنجزه من الناحية العملية. عندك مقترح هني، فارس الاكواب حامل بيده كوب، هني كأنما كوبك شوي في طاقة ابتكار، تحاول ان توجد حل. هاي الاشخاص يمكن عندهم مشكلة آتينك، يطلبون منك شيء، يطلبون منك خدمة، ولكن عندهم نوع من المعضلة، خلينا نقول مو مشكلة. انت هني تستخدم طاقة الماء عشان تحل او تأتي بمقترح مبتكر، ولكن مو هذا هو الجانب القوي او المبشر جدا لا لحد الان. انزين، هذا الهدوء ما قبل العاصفة. العاصفة اللي راح تأتيك عشر الخماسيات، هذا هو كل اللي محتاج انك تهتم فيه في الفترة القادمة، هذا الخبر الاساسي والمهم. عشر الخماسيات اعلى عدد في طاقة الأرض، وهي طاقة الأموال والأمور المادية، التمكن من المادة. شلون راح تأتيك؟ عن طريق اللي مريت فيه في الشهور القادمة ولحد الآن. زين، كونك شخص من ثلاثة مسؤولين عن مشروع جديد، مسؤولين عن منحة جديدة، راح تتعرف مو على أشخاص عاديين، راح تتعرف على نخبة الرواد، رواد المشاريع ونخبة التجار. راح تتعرف على مجموعة جدا متمكنة من الأموال، يعني مجموعة تجار وانت تكون توك الدخيل او الجديد بينهم. راح تقول لي شنو هذا يفيدني؟ انا هني هذا مو قاعدة اشوفها طاقة تأتيك الأموال مباشرة، ولكن عن طريق صحبتك لهاي الاشخاص الرفيعين الشأن، ممكن يكون انك مثلا راح تكون جزء من دائما اجتماعات المدراء الكبار في الشركة أو في المكان اللي أنت فيه. إذا كنت في وظيفة، إذا كنت في مشروع، فرح تتعرف على ناس جدا احنا نسميهم الكبارية. الكبارية هذلين جدا لكن يرحبون فيك ويعلمونك أسرار مهمة للمهنة، يعطونك خبرات. دائما يقولون في علم الطاقة، صاحب الناس اللي تريد أن تصبح مثلهم، بغض النظر يعطونك أموال ما يعطونك أموال، يعطونك نصيحة مشورة، مجرد أنك تدخل مجلسهم، تصاحبهم، تقعد معاهم، تحس بطاقة الرخاء. لما تقعد مع فقراء مثلك أو أقل منك، تحس بطاقة عادية، تحس بطاقة الافتقار حتى، ولكن لما تجالس فقط هني المتمكنين الناجحين، الناس اللي تريد أنت أن تكون منهم، هني هذا اللي راح تكون مو فقط خطوة جديدة، راح تكون عندك قفزة تبتدي من شهر سبعة، من شهر سبعة إلى يمكن شهر عشرة هني، لأن أشوفه كأنما تشوف ثلاثة زائد سبعة، إحنا في شهر سبعة وهني عندنا ثلاثة. راح تأخذ منك العملية عشان فعلاً تقعد بينك وبين نفسك تقول هذا اللي أبي، وأنا عرفت شلون، عرفت الطريق لكي أصبح مليونيرا أو لكي أصبح مرتاح ماديا. لأن تشوف هذه المجموعة، مجموعة النخبة من الكبارية، مو من النوع اللي دائما يكون في أشخاص جدد في محيطهم، دائما يكونون أهم منهم وفيهم أشخاص معينين. مجرد أن يكون عندك يا برج العذراء
دخول لهم، تصريح دخول بينهم، هذا يعني الكثير من الربح لك. رح يعلمونك شلون تستثمر، شلون تصرف، شلون تفكر أنت كمستثمر كتاجر، طريق جدا تضاعف فيه الأموال عندك. خلنا نشوف الجانب المالي يتابع دائما مع الجانب العملي. عندك الخماسي الأول Ace of Earth، مبلغ ضخم، مبلغ علاوة على أساس العمل اللي سويته هني، على أدائك هني في هاي المرحلة، رح يأتيك مبلغ بونس ممكن يكون، أو أرباح ضخمة، أرباح، فرصة العمر. يمكن هذين الأشخاص يشورون عليك وهم على وشك أن يدخلون في مشروع مهم، مشروع جديد مبتكر يحتاج طاقة شبابية، وأنت مثلا عندك هاي الطاقة، يخلونك مثلا هني أنت مسؤول عن المشروع. أبدا لا تتراجع عن هاي المسؤولية، لأن هذه هي الطريق إلى مرادك، وراها ملك الأرض. من هني مبعوث، شوف عندك هني فارس الماء، كأن أحس أن طاقة مبعوث، طاقة تشتغل عند أحد، إلى طاقة هني ملك الأرض، أنت اللي تأمر، أنت اللي تنهي، أنت أيضا من أنت من ملاك المشروع، تصبح مو فقط الموظف هني، تصبح من ملاك المشروع، تصبح من حملة الأسهم، تصبح من الأشخاص اللي من تحققوا الربح وايد على طول. البونس يأتيك ضخم ثقيل دسم دسم دسم، ولكن اللي هني أحسه مو دسومة أكل، دسومة أموال، أموال أكثر مما تقدر تعد وتحصي. إذا أخذت في هاي الطاقة والفرصة المتوفرة أمامك، إذا ما مثل ما نقول إحنا اختفيت عن الأنظار أو خفت، صار عندك نوع من الخوف، هني موجود عندك كرت القوة. لا تتراجع ولا تخاف، هذا الكرت يقول لك لا تتراجع ولا تخاف. لا تقول مثلا أنا مو قد المسؤولية، لما يشوفون هني أدائك زين وعلى طول يقلدونك هذا المنصب الكبير، لا تقول أنا مو قد المسؤولية. أنت تشوف هني في راتب أو قفزة في الدخل جدا ضخمة، ولكن تخاف من المسؤولية. أبدا لا تخاف، أنت على قد المسؤولية يا برج العذراء. نشوف جانب الدراسة، عندنا كارت الأحمق رقم 0، إنزين وراها ملكة النار، وراها 10 الأغصان. برج العذراء في الدراسة راح تضطر إنك تبتدي من الصفر، إما إنك تدخل الجامعة لأول مرة وتختار التخصص. أشوف إنه صار عندك شوية تخوف حتى في الجانب العملي، صار عندك تخوف ولكن مو مبني على أساس من الصحة. هني 0، ممكن إنك رسبت في مادة محتاجة تعيدها، ممكن إنك قررت إنك تغير تخصصك، على وشك إنك تغير تخصصك، تفكر في هذا الشيء. ممكن أيضا تقرر إنك تغير الجامعة، عندك تغيير، تغيير يطلب منك هني شجاعة، ترى الطاقة مترابطة مع بعض حتى لو ما كنت أنت موظف أو صاحب أعمال. الشجاعة أن أنت ما تخاف أن تترك أي شيء تحسه وراك ما عاد يخدمك، ما عاد يسعدك. المادة مو فقط بالرقم، المادة حتى بالراحة، هل أنا قاعد مرتاح في اللي قاعد أسويه وأدي؟ الكرت رقم 0 محتاج منك الشجاعة، أنت ما تعرف شنو اللي مقبل باتجاهه، يعني ما تقدر تكشف المستقبل بشكل نهائي، تقدر تستخير مثلا ولكن ما راح تقدر تعرف. بما معنى لما هني مثلا تقرر انك تبتدي من الصفر في جامعة اخرى في تخصص اخر، عندك ملكة النار. ملكة النار موجودة هني تقول لك قرارك راح يكون صائب، خصوصا اذا سويته طاقة وايد نار عندك هاي الشهر، خصوصا اذا سويت هذا القرار من أجل نفسك، من أجل تترك شيء مو عاجبك، من أجل شيء أنت تحبه، في تشجيع. وعشر الأغصان، قاعد أشوف هني إذا أنك تحاول يا برج العذراء أن تعادل مواد جامعية قديمة تكمل عليها في جامعة جديدة، راح يكون جدا صعب. مضطر أنك عشان تبتدي تخصص جديد في جامعة جديدة أنك تبتدي من الصفر، تروح عليك مثلا كل أيام كل الدراسة اللي خذيتها قبل، درست 3-4 مواد 7 مواد، راح تضطر انك تعيدهم كلهم، لان يمكن هاي الجامعة الجديدة ما تعترف بجامعتك. في هاي النوع من الطاقة
إنزين خلينا نشوف جانب الهجرة هي برج العذراء. عندنا الكوب الأول سوري فارس الأكواب، وهني الساحر ملك الأكواب. ملك الأكواب هو الشخص أو الهيئة الجهة المسؤولة عن إعطائك الموافقة بالهجرة. هذا أنت فارس الأكواب قاعد تروح. هني بعد عندنا فارس الأكواب. فارس الأكواب هالشهر أنت صاير مثل المبعوث، مثل اللي مخول إنزين، قاعد تحمل أوراقك، تحمل مقترحاتك، تحمل أوراقك الرسمية وتروح تقدم هني عند هاي الجهة عشان الهجرة. لكن هذا الشخص الساحر احذر منه، قاعد يوهمك إنه ما راح تقدر تحصل على الهجرة إلا عن طريق وساطته. تعرف اللي يسمونه الوسيط، سواء كان وسيط مترجم، سواء وسيط عقاري، وسيط طبي، حتى ساعات في ناس كذي في الدول الخارجية يقول لك بما أنك ما تعرف اللغة إحنا راح نسوي لك وساطة، مكتب يدعون إن أهما يقدرون يعطونك الفيزا تبع الهجرة في وقت أقل. هذا لين نصابين عندهم كرت الساحر المتلاعب اللي قاعدة أشوفه هني. إذا تخلصت من هاي الجهة المتلاعبة راح تقدر إنك توصل لنفس النتيجة بروحك، النتيجة ما راح تتغير. هذا لين الأشخاص المسؤولين عن صنع القرار النهائي. وجود طاقة الأكواب عندك وعندهم قاعدة أشوفك موافقة، راح تاخذ وقت ولكن موافقة مبدئية، لأن هذا ملك الأكواب وأنت فارس الأكواب. ولكن هني في أشخاص يبون يقنعونك، يمكن دائما يطرشون لك إيميلات، دائما يكلمونك، يسوون نفسهم يفهمون وقاعدين يخدعونك إن راح يستطيعون يعطونك الهجرة قبل ما يحين وقتها. لا تصدق كلامهم وتخلص من الوساطة في موضوع الهجرة. خلينا نشوف جانب الصحي. طبعا جانب الهجرة والصحي والقانوني ما تنطبق إلا على الأشخاص اللي عندهم نوع من الأخبار اللي ينتظرونها في هاي الجانب. يعني إذا عندك صحتك 100% ما لا داعي. ملكة الأرض في الجانب الصحي، ستة الأكواب وكرت القمر كرت برج الحوت. قاعد أشوف هني حرف الحاء، إما حصى أوكي، إما حلق، إما عندك التهاب في الحلق بسبب كثرة شرب المشروبات الباردة، أو عندك شيء يخص الحصى، حصى في المرارة، حصى في الكلى. الحل الوحيد الأدوية تقدر تأخذك لحد معين، أو العلاج. دائما الحل يتطلب منك شيء جذري، شيء يخص الماضي، يعني حلول جذرية تخص أكلك، شربك، أسلوبك اللي تتبعه. النصيحة لك هني أنك تكثر من شرب الماء، طاقة الماء. ورقم 6 هني قاعد يعني لي أن 6 الصبح و12 الظهر، وبعدين وقت الماء عندك يعلك إن شاء الله تحط مؤقت عشان يذكرك أنك تشرب الماء في أوقات معينة في يومك، ولازم يكون عندك كمية محددة لازم تخلصها كل يوم. هذا الحل الوحيد. إذا أنت ما تقدر تلتزم فقط عن طريق تذكير نفسك فحط لك مؤقت. إنزين خلينا نشوف الجانب القانوني. الجانب القانوني هو الوحيد اللي ما أشوفه جدا مبشر، لأن عندك فيه 7 الخماسيات يليهم كارت الجاجمنت أو الحكم. راح يطلع الحكم ولكن مو لصالحك، لصالح الطرف الآخر، خصوصا إذا كان الموضوع يتعلق بالأموال. ملك الأرض راح يطلع الحكم ولكن مو لصالحك، كأنما تحس أنك مو بس مو لصالحك، راح تضطر أنك تتحمل مثلا أيضا نفقات المحامي، ولو أن هاي الجهة مو محتاجة أن أنت تتحمل نفقاتها، ولكن بس لأنهم يقدرون. إذا كانت تخص الأموال، إذا كانت تخص شيء ثاني مثل الحضانة، أمور اجتماعية، أشوف أنه لا، في فرصة أفضل أنك تحصل أو تكسب على القضية. برج العذراء بنسوي القراءة العاطفية اليوم. يقول لك الشاعر: لا تقل للمدعي أسرار العشق والعربدة، حتى يموت بغير أن يدري في ألم عجبه وحبه لنفسه. في أخبار، في بشارات، أخبار لطيفة أنت مقبل عليها في حياتك العاطفية، مو أخبار فقط رجوع الحبيب، أخبار خطبة، أخبار زواج، أخبار حمل، أخبار ارتباط رسمي. ولكن لا تقول في شخص أنت مقرب له، أو أشوفك أنت مثلا يا برج العذراء دائما من النوع اللي تتكلم،
تتكلم إذا صار حدث مهم في حياتك، أحد تقدم لك أو على وشك الزواج، الكل يدري. هني يقول لك لا تقل، تكتموا على أموركم، لا استعينوا على حاجاتكم بالكتمان. شيء كذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وصرت عاشقا، وصر عاشقا وارضى بالعشق، فإنك إن لم تفعل ذلك فسينتهي أمر العالم يوما دون أن تقرأ النقش المقصود في خيمة الوجود. رح يتعسر عليك أمرك، أمرك اللي تريده بالزواج، الخطبة، رح تتعسر. مو فقط تتعسر، تنتهي، تشوف الشيء. إذا يا برج العذراء دائما تشوف أنه تتفركش عندك الأمور، تتفركش الخطوة قبل حتى أن يتم الزواج، لأن هني عيون المدعي. من هو المدعي؟ شخص يدعي أنه هو قريب منك، صديقك، ولكن في الحقيقة ما يتمنى لك الخير، يحسدك. فما راح تنال اللي تقرأ النقش في المقصود في خيمة الوجود، يعني حتى لدرجة أن ما راح تصل إلى مرحلة تشوف فيها عقد الزواج موجود أمامك، وقع الشريك وحان بس الوقت لتوقيعك. قاعد تشوف هني أن في عقد ما راح يصير إذا دائما أنت تقول، كأن حتى يقول لك هني أنت ما لازم تقول لأحد، وأنت مو مدين لأحد أن تخبره بكل اللي قاعد يصير في حياتك. لا تقول لهم أنك راح تعقد أو راح تتزوج إلا لما خلاص العقد يكون أمامك. لهاي الدرجة. إنزين، وما أجمل ما قال لي صنم أمس في مجلس من مجالس المجوس، حينما قال: ما شغلك، ما شغلك بأهل الكفر ما دمت لا تعبد الأصنام. بالضبط، أنت هني في أشخاص مخلينهم حولك يا برج العذراء، في أشخاص مخلينهم حولك أصلا مو على مشاياك، مو على مشاياك، يحبون النميمة، يحبون أذية الناس، ما يثقون فيك أصلا. علاقتكم هني أشوفها مو طيبة، ما في توافق بينك وبينهم، أنت متحرر وهم متدينين، أو العكس أنت متدين هم متحررين. فوق هذا كله ما يتمنون لك الخير. فأنت شنو قاعد تسوي؟ ما شغلك بأهل الكفر، ليش قاعد معاهم في المجلس هذا دام أن أنت ما تعبد الأصنام؟ حتى الحديث اللي يخوضونه أنت ما تقدر حتى تتكلم معاهم فيه، لأنه ما يخصك، مو الأمور اللي تهمك. أشوف هنا في أحد من برج العذراء مشغول وقاعد يجالس أشخاص ما منهم فايدة. وبربك يا سلطاني إن طرتك قد حطمت حالي، فإلى متى تفعل هذه السوداء مثل هذه الجرأة وطول اليد؟ وبربك يا سلطاني إن طرتك قد حطمت حالي، فإلى متى تفعل هذه السوداء مثل هذه الجرأة وطول اليد؟ خلينا نشوف البيت اللي عقبه. وكيف يمكنك أن تظل مستورا في خجلك قابعا في زاوية السلامة، وهذه عينك ما زالت تحكي لنا أسرار العربدة والخلاعة. نقطة ثانية، حتى لو أنت هني تحاول تخبي عنهم أسرارك عن طريق أنك ما تتكلم، من كثر ما هذين الأشخاص متعودين إن أنت تكون في المجلس وتسولف ولك روح، لك حس في المجلس، فلما تصمت راح يحسون فيك. فما تقدر أنك تظل مستورا وقاعد في زاوية. كأنما هني النصيحة لك أنك فقط إذا جلس معاهم في المجلس ولكن ظليت ساكت مو هو الحل، محتاج حل جذري أكثر من كذي. محتاج أنك في الفترة القادمة عشان يتم عندك موضوع الارتباط والزواج تبتعد أصلا عن مجالستهم، لأن راح يحسون فيك، متعودين عليك في المجلس، متعودين عليك، عارفون متى يكون تحت راسك شيء أو في قلبك شيء ما قاعد تقوله لهم. هني عندك عدم قدرة، الشاعر حذرك إنه راح يكون عندك عدم قدرة على إنك تداري. ما يصير تظل معاهم وتظل ساكت، لأن هني يقول لك عينك ما زالت تحكي لنا أسرار العربدة والخلاعة. عينك راح تفضحك، إذا مو عينك فهو سكوتك بهاي المعنى. ولقد رأيت الفتن التي ثارت في ذلك اليوم حينما عانت ولم تجلس معنا بعض الوقت. صح، لما أنت تشوفونك اختفيت من المجلس، سواء كان مجلس صداقة، مجلس أهل، رح يستغربون وين فلان وين فلان، يستغربون، يستنكرون استنكار، ولكن على الأقل ما رح يتمكنون يكون عندهم الجواب وحسون فيك إنه أو فلان شكله أحد متقدم له
أو فلان على وشك أن يخطب، فلان على وشك أن يتزوج، وردون يحطون عينهم عليك من الحسد يتفركش الشيء. إنزين هذه الشغلة. الشغلة الثانية هني لما يقول ولقد رأيت الفتن التي ثارت في ذلك اليوم، كأنما أنت شفت بعينك أن في الماضي حسد الأشخاص دائما ينتبهون، انت على نيتك تقول لهم اللي يصير في حياتك وهم ينتبهون يحطون البال عليك. شفت شلون الفتن هاي الطاقة، طاقة الحسد اوريدي فركشت عندك ترى احتمالات سابقة للزواج، للارتباط، للحب، اذوك من قبل، وكأنما انت حسيت ان في حسد منهم وفي عين حاطينها عليك، ولذلك تفركش الشيء اللي عندك، ولكنك ما اتعظ، كأن مشاعر يقول لك انت شفت ولكن ما اتعظ في السابق، حان الوقت انك تتعظ لان قادم تجاهك شيء جميل. اخر بيت يقول لك ويا حافظ ان العشق سيؤدي بك في النهاية الى طوفان البلاء، ولقد ظننتك كالبرق الخاطف قد قفزت من هذه الورطة دون ابطاء. زبدة هذا اللي قلته كله، انها حبك للمجالسة، هني أشوف حبك لمجالسة أشخاص معينين، تعودك عندك عشق، تعودك على أنك دائما تقول مثلا لأصدقائك، لصديقاتك المقربين حتى منك عن شنو على وشك أن يحدث، على وشك أن فلان يتقدم لي، على وشك أني أنا أخطب، في أحد عجبني، على وشك أن نرتبط. هني الشاعر يقول أنا توقعتك يا أنت يا برج العذراء أن تكون أذكى من كذي بوايد، كأنما هو ينصحك ويشجعك أن تكون مثل البرق الخاطف اللي تقفز من هاي الورطة. لا تفكر شنو راح يقولون لما يفقدون وجودك، يفقدون صحبتك، يشوفونك مختفي. أنت ما تدين لأي شيء، ما تدين لأي أحد بأي شيء. إنزين كالبرق الخاطف لازم تختفي عن الأنظار، هني قاعد أشوف برج عذراء لازم يختفي عن الأنظار، وشوي يبتدون ينسون هاي الناس اللي دائما مركزين عليه الانتباه وحاطين عليه العين عشان يتم عندك موضوع الزواج. هذه هي العقدة اللي مأخرتك. أوكي عزيزي برج